العنق بتاع المثانة، تمام؟ ايوه هي موجودة طبعا في الرجال، الوظيفة بتاعتها ان هي بتفرز جزء من السائل المنوي اللي مسؤول عن تغذية الحيوانات المنوية، تمام؟ الغدة دي مع تقدم السن بيبتدي يحصل فيها تضخم، الحجم الطبيعي بتاعها المفروض ان هو من 18 ل 22 جرام، مع تقدم السن بيبتدي حجم دون يكبر، قد يصل الى 100 جرام 200 جرام، بس طبعا يعني 200 جرام دون مش حاجه يعني شائعه قوي، ما بيوصلش في الغالب للاحجام دي. احنا معانا صورة برضو، يعني استكمالا لكلام حضرتك، معانا صورة هنشوفها عن شكل البروستاتا واين تقع بالظبط، موجودة في اي حتة. الصورة على الهواء معانا، نقدر احنا ان على احنا الصورة نعرف. هو لو شفنا دي المثانة اللي بيتحوش فيها البول، تمام، و اللي هي العضلة اللي فوق الكبيرة الحمراء دي، بالظبط هي دي المثانة. بالظبط، وفي ايوه تحتيها دي البروستاتا اللي هي محاوطة المجرى البول الخلفي، تمام. لما بتدي يحصل فيها تضخم بتبتدي ان هي تزنق على المجرى بتاع البول ده، وبتبتدي تعمل اعراض بتاعه البروستاتا بالنسبه للرجال. طيب دكتور، حضرتك يعني شيء بالشيء يذكر، حضرتك قلت اعراض البروستاتا، هل الاعراض دي شائعه؟ يعني نقدر ان احنا المريض العادي يقدر ان هو يتحسسها في البيت، يقدر ان هو يشعر بيها زي ايه كده؟ طبعا، هو نسبه المرضى اللي بيجي لهم تضخم في البروستاتا واعراض لتضخم البروستاتا تتراوح حوالي 30% للرجالة فوق سن الستين، وحوالي 40% من الرجالة فوق سن السبعين. 60%، 30% من الرجالة فوق الستين سنة، فوق الستين سنة، وأربعين في المية من الرجالة فوق السبعين سنة. نسبة برضو عالية جدا، نسبة يعني عالية ما جدا يقرب طبعا من نص الرجالة يعتبر. بالظبط، نسبة عالية جدا طبعا، تمام. يبتدي المريض يحس بإيه؟ أول حاجة كثرة دخول الحمام أثناء النوم، لهفة على دخول الحمام، حرقان أثناء التبول، عدم الإحساس بالتفريغ الكامل للبول بعد التبول، تمام، تقطع أثناء التبول، تمام. دي الأعراض المبدئية اللي بيبتدي يحس بيها العيان، تمام. طبعا هو المفروض ان هو في المرحلة دي بيروح يستشير الطبيب، تمام، والطبيب بيعمله شوية فحوصات مع الكشف الإكلينيكي بحيث ان يتم التشخيص. لو المريض ان هو تغاضى شوية عن الأعراض دي و كبر دماغه، يعني زي ما بنقول، ده يعني كل المصريين بيكبروا دماغهم دلوقتي، يعني مش هو بس لوحده، ده كله بيكبر دماغه. فبنبتدي بقى نخش في المضاعفات اللي قد تنتج عن تضخم البروستاتا. طيب يعني دكتور، نقدر نقول ان الوراثة بتلعب دور مهم جدا في في عملية تضخم البروستاتا او امراض البروستاتا عامة؟ في جزء فيها يلعب دور، تمام. هو يعني برضو تضخم البروستاتا ما وصلوش لسبب رئيسي ليه، تمام، بس في شويه اقاويل او شويه ابحاث بتقول ان هو بسبب زياده هرمون التستوستيرون عند الرجال، او بسبب زياده هرمون الاستروجين، تمام، بس لسه برضو كلام نهائي لسه ما وصلنالوش. بس هو السبب الرئيسي هو ان الخلايا نفسها الموجوده اللي بتكون غدة البروستاتا بيحصل فيها تكاثر، فبالتالي الغدة نفسها حجمها بيكبر، فبتدي ان هي تزنق على مجرى البول، فتبتدي تعمل لنا الاعراض دي. طيب دكتور، يعني لو قلنا ان البروستاتا، هل البروستاتا من احد اسباب العقم في الرجال، او بتتسبب في عقم الرجال؟ ليها طبعا دور، ان هي زي ما قلت لحضرتك، هي الدور الرئيسي بتاعها ان هي بتدي التغذية بالنسبة للحيوان المنوي. هي بتدي السائل المنوي، مظبوط كده؟ لا، هو حضرتك السائل المنوي بيتكون من اول حاجه الحيوان المنوي اللي هو جاي من الخصيتين، تمام، وفي السائل المسؤول عن تغذيته اللي هو جاي من البروستاتا، وحاجه اسمها الحويصلات المنويه، تمام. فالبروستاتا لما بتتشال، تمام، طبعا ده بيقلل خالص نسبه الانجاب، تمام، بس قد يحدث. بالظبط. طيب لو قلنا دكتور، ايه هي الامراض اللي التي تتسبب في بقى البروستاتا انها تتضخم والحاجات دي؟ هو اول حاجه طبعا تقدم السن، مع تقدم السن بيبتدي يحصل تضخم في البروستاتا، تمام. الحاجه الثانيه ان لو لا قدر الله في ورم في البروستاتا او حاجه، ده قد يحدث عنه برضو ان الورم ده ينمو ويعمل انسداد بالنسبه لمجرى البول الخلفي، تمام.
الحاجة التالتة لو حصل فيه شوية التهاب في البروستاتا ممكن بيعمل زي احتقان في البروستاتا فبيكبر حجمها. بس أكتر سبب شائع فيهم طبعا هو التضخم الحميد للبروستاتا. يعني نقدر نقول إن الأمراض بتاعت البروستاتا بتنحصر في التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا، والتضخم ده دكتور طبعا ممكن حميد. يؤدي في بيبقى حميد، ولو كان خبيث هيبقى طبعا سرطان البروستاتا. طيب ناخد حاجه حاجه كده، يعني ناخد التهاب البروستاتا نقدر نقول ايه هي اسباب التهاب البروستاتا؟ التهاب البروستاتا ده ممكن يجي في اي سن، بس هو شائع اكتر في سن الشباب الصغير. تمام اللي هو يعني ممكن يا دكتور الشباب يجي لها بروستاتا التهاب، التهاب البروستاتا، التهاب في البروستاتا. بس احنا بنسمع يعني بعض الشباب يروح البيت يقول لهم ده الدكتور قال لي عندك التهاب في البروستاتا، فيقولوا له بروستاتا ايه ده؟ البروستاتا دي بتاعت جدك وجد جدك وباباك، انت لا الدكتور ده غلط. لا ده من وهو يصلح المفهوم، من وهو بيبي صغير عنده بروستاتا. ده ممكن بيبي صغير كمان عنده بروستاتا؟ اي بيبي صغير عنده بروستاتا. تمام بس اللي بيحصل يعني الالتهاب اللي بيحصل خلاص زي ما قلت حضرتك قد يحدث في اي سن، بس في الغالبيه بيحصل في سن ما قبل الجواز. تمام اللي هو ما بيبقاش فيه جماع بشكل مستمر. تمام فبالتالي بيحصل احتقان بالبروستاتا بسبب تجمع السائل بتاع البروستاتا فيها لفترات طويله. طيب الحالة النفسية للشباب والتوتر والعصبية دي ممكن تؤدي إلى مشاكل البروستاتا، التهاب مثلا في البروستاتا؟ مش قوي يعني، هو الالتهاب زي ما قلت حضرتك. أنا قصدي يعني الحالة النفسية والمزاجية هتغير من المحتوى الكيميائي اللي هو في الجسم، فبالتالي ممكن يعني تؤثر على البروستاتا؟ هو لو في رغبة زيادة موجودة لم يتم إشباعها، تمام هو ده اللي بيعمل احتقان والتهاب في البروستاتا في الشباب. طيب ده يا دكتور بنقدر نعالجه ازاي؟ بنعالجه ان احنا بندي ادويه معينه بتقلل الاحتقان دون خلاص، وبننصح الشباب ان هم يتجوزوا. طيب هنطلع فاصل ونرجع نشوف الشباب هيتجوزوا ولا مش هيتجوزوا، بس هم شكلهم يعني لسه هيتجوزوا ان شاء الله. ان شاء الله هيتجوزوا. فاصل ونواصل. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير، العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي، التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال، التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل 37 شارع الجيش القاهرة. عدنا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور محمد أبو النجا استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة. بنرحب بحضرتك تاني يا دكتور. دكتور كنا وقفنا عند التهاب البروستاتا. ممكن يا دكتور الالتهاب ده يكون نتيجة إمساك أو قولون أو أي حاجة من الحاجات دي؟ هي بتساعد في شوية، تمام بس ما هيش طبعا سبب رئيسي. بتساعد. طيب دكتور ندخل بقى في مرحلة تضخم البروستاتا. متى يبدأ تضخم البروستاتا؟ في سن كام بيبدأ؟ وهل من الطبيعي ان البروستاتا بتكبر معانا؟ يعني اللي عنده 20 سنة غير اللي عنده 30 سنة غير اللي عنده 40 سنة؟ هو غالبا تضخم البروستاتا نادرا ما بيجي قبل سن الخمسين، غالبا بيجي بعد سن الخمسين، دي بدايته. تمام
مع تقدم السن كده كده بيبتدي يحصل شويه تضخم، وده شيء عادي وطبيعي. بس هو السؤال، هل التضخم ده هيسبب اعراض ولا لا؟ يعني ممكن البروستاتا يوصل حجمها بالنسبه للرجل توصل ل 100 جرام ومش عامله اي اعراض تماما، والمريض يحس ان هو ما عندوش اي مشاكل، بيتبول بصوره طبيعيه ومفيش اي مشاكل خالص. وممكن في احيان تانية يوصل حجمها ل 30 او 40 جرام ويبقى فيه شكوى بخصوص البروستاتا. يعني يا دكتور نقدر نقول للساده المشاهدين مش اي حد عنده تضخم في البروستاتا يقدر ان هو يروح يعمل استئصال او يعمل جراحه او يعمل بالزبط. اي حاجه من الحاجات دي بالزبط. لا ده ممكن البروستاتا عندي تبقى 100 جرام وكبيره، بس عضله المثانه عندي قويه فبتقدر انها تدفع البول عندي، فبالتالي ما فيش اي مشاكل. بالزبط. واحد تاني عنده مثلا 40 جرام واقل من ال 100 جرام، غده البروستاتا عنده 40 جرام بس العضله مش قويه فمش قادر ان هو يدفع البول، ده اللي بيحدد. بالظبط. الحاجه الثانيه برضو، هل التضخم دون بيحصل لمجرى البول نفسه؟ يعني هل هو التضخم دون بيروح ناحيه مجرى البول وبيسد مجرى البول الخلفي، ولا الكبسوله بتاعه البروستاتا المحاوطه البروستاتا تسمح بتمددها لبره، فبالتالي مجرى البول بيفضل واسع ويقدر يعدي البول بسهوله. هو على حسب شكل التضخم ايه. ساعات في حاجه في البروستاتا اسمها الفص الاوسط. الفص الاوسط ده ممكن ان هو ينمو جوه المثانه ويعمل زي كوره كده، هو جوه المثانه تقفل عنق المثانه. تمام. على حسب منظر التضخم عامل ازاي. طيب دكتور، عايز اعرف من حضرتك ايه خطوره احتباس البول؟ يعني بعض الشباب يبقى قاعد مثلا في الشغل، قاعد قدام اللابتوب، قاعد بيتفرج على برنامج زي برنامجنا ده، وقاعد محتبس البول، وهل البول ده ممكن يسبب له مشاكل؟ هو طبعا يعني يفضل بالنسبه للشباب لو حاسس ان هو عايز يخش الحمام، يعني تبول، حاسس ان المثانه بتاعته ممليه خلاص، يعني يستحسن طبعا هو يروح في ساعتها. لو الكلام ده تم بصوره دورية وحصلت كذا مرة، ممكن يبتدي يحصل شوية ارتخاء في العضلات بتاعة الجدار بتاع المثانة، وقد يؤدي لاحقا ان المثانة ما تقدرش ان هي تنقبض بالصورة السليمة اللي هي مفروض تنقبض بيها. تمام. يعني خلينا نوضح للناس، نقول ان المثانة دي عاملة زي البالونة، البالونة دي منفوخة، لو نفختها زيادة ورجعت تاني ان انا فضيتها، فبالتالي بيحصل ارتخاء في العضلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. الارتخاء ده بقى فيما بعد بيسبب لي مشاكل وترهل المثانة ذات نفسها، بيؤدي الى الكثير من المشاكل. مظبوط كده؟ طيب الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها، هل ممكن مثلا تكون بروستاتا حجمها صغير وتعمل مشاكل؟ طبعا. يعني الحجم ملوش علاقة. الحجم ملوش علاقة. هي البروستاتا دي متكونة من غدد بتفرز السائل زي ما اتفقنا خلاص، وفي شوية ألياف. لو نسبة الألياف دي، أو اللي هي بنسميها بالإنجليزي الفايبرس تيشو، لو نسبتها عالية تمام، ممكن هي تسبب ضيق في مجرى البول بالرغم من إن البروستاتا حجمها صغير. يعني احنا بنشوف أنهي جزء اللي بيحصل فيه تكاثر، هل هي الألياف دي ولا الخلايا الغدة نفسها اللي في البروستاتا. طيب دكتور، ازاي اقدر اشخص تضخم البروستاتا؟ تمام. هيجي العيان، هيروح للدكتور بتاعه، هيقول له دكتور انا بشتكي بحاجة من الحاجات الاتية. ايه هي بقى الحاجة الاتية؟ كسر الدخول للحمام. ما ممكن يقول له انت عندك سكر مثلا. ممكن مريض يقول ده انا عندي سكر وانا بخش الحمام كتير فانا عندي سكر. هو احنا طبعا بناخد تاريخ مرضي، انا بجيب لحضرتك اللي بيحصل في البيوت بالظبط. تمام. احنا بناخد تاريخ مرضي من العيان خلاص، بنشوف فيه سكر ولا مفيش. حتى لو في سكر وهو بيشتكي من الموضوع ده، لازم نكمل بقيه الفحوصات بتاعتنا ونطمن ان مفيش اي مشكله في البروستاتا مصاحبه لمرض السكر. تمام. فزي ما قلت لحضرتك، الشكوى بيجي يشتكي ان هو بيخش الحمام كتير اثناء النوم. الحاجه الثانيه بيبقى فيه تقطيع في البول، بيبقى فيه حرقان في البول، بيبقى عنده احساس بعدم التفريغ الكامل للبول. تمام. مع لهفه على دخول الحمام، يعني هو يبقى قاعد كده هون ويجي له احساس فجائي ان هو عايز يخش الحمام، ولو ما دخلش ممكن هو البول يفلت منه غصب عنه. طيب دكتور، هنكمل مع حضرتك بس هناخد فاصل على طول وهنرجع، واستنونا مشاهدينا.
نعود. في ناس كل أملها في الحياة إنها تشوف ولادها وأهلها وأصحابها. عايز أشوف. والحمد لله الطب اتقدم والحلم ده ما بقاش مستحيل. عايز يفتح ويشوف ابنه عشان بحسس أنا ما بعرفش. وعلشان نحقق الحلم ده لازم تشارك معانا في حملة أنا عايز أشوف، علشان تحقق معانا حلم ناس كتير اتحرمت من نعمة البصر. اصعب على نفسي. شارك معانا في حملة أنا عايز أشوف للقضاء على أمراض العيون ومحاربة العمى برعاية مؤسسة الحافظ الأمين، وتبرع بأي مبلغ لتنظيم قوافل طبية في جميع محافظات مصر، علشان نعالج كل اللي عندهم أمل في إعادة نعمة البصر عن طريق كبار الأطباء والمتخصصين في أمراض العيون. أنت اللي شايف، أنا مش شايف. لو تعرف قد إيه هتسعد قلوب كتيرة اتحرمت من نعمة البصر مش هتتردد لحظة، وهتشارك معانا في حملة أنا عايز أشوف. يلا ساهم معانا وتبرع لحملة أنا عايز أشوف لمكافحة العمى والقضاء على أمراض العيون، وتبرع لمؤسسة الحافظ الأمين على حساب رقم 10146 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر، حساب بريد رقم 0250-113-305-818، أو التواصل على الأرقام التالية 011-211-00682، أو رقم 011-499-3241. يلا ما تترددش، في ناس كتير عاوزة تشوف مستنية. عدنا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، وهنكمل تشخيص البروستاتا. دكتور، تشخيص البروستاتا على طول ايه هو؟ احنا زي ما اتفقنا العيان بيجي بيشتكي بالشكوى اللي احنا اتفقنا عليها، تمام؟ بنعمله فحص اكلينيكي، بنطمن على المنطقه بتاعه المثانه ان البول ما هواش محتبس فيه، بنعمله فحص شرجي، تمام؟ الفحص الشرجي ده بنحدد بيه تقريبا حجم البروستاتا قد ايه، وبنشوف لو في اي حاجه تشككنا ان في اي اورام سرطانيه في البروستاتا ولا لا، تمام؟ وبنطلب له شويه فحوصات. الفحوصات المهمه اللي احنا بنطلبها في اول زياره، بس انا يعني انا عايز اكمل الفحوصات. بس بعض المرضى طبعا بيبقى في احراج كبير جدا من قصه الفحص الشرجي، مع انه اهم حاجه في تشخيص البروستاتا اذا يعني الدكتور على طول بيعرف منه، يعني اذا كان في التهاب، في ورم، في تضخم، في اي حاجه من الحاجات دي فبيعرف منه. فرجاء نقول للناس ان الموضوع ده يعني مفيش حرج، وروح دي صحتك وتعامل مع الفحص بكل جديه، واعرف الدنيا ماشيه ازاي عشان لا قدر الله ممكن تدخل في سرطان البروستاتا. اه طبعا الموضوع يعني بنفهم العيان بالراحه وبنستاذنه ان احنا لازم نعمل لك فحص شرجي. احنا معانا اتصال نستأذن. السلام عليكم. السلام ايوه، ازي حضرتك يا استاذ سمير؟ الله يخليك. وانا بسال الدكتور عن حاجه بالنسبه للبروستاتا رايد. اتفضل. اللي هو انا عامل عمليه البروستاتا بالمنظار من حوالي 3 سنين، وبقالي زياده عن سنه بستخدم البروستاتا رايد او البروستاتا ريد، فهل في مشكله من استخدامه على المدى الطويل؟ سن حضرتك كام يا استاذ سمير؟ انا 59. 59 وعملت العمليه؟ من 3 سنين وماشي على علاج، بس بقالي سنه زياده عن سنه دلوقتي ماشي على البروستاتا ريد. بس انا خايف، هل في خطوره من على المدى الطويل من استعمال البروستاتا ريد؟ طيب سؤالك وصل يا استاذ سمير، وفي اي اسئله يا دكتور عايز تقولها؟ انا عايز بس كنت اسال حضرتك دلوقتي، احنا عملنا العمليه حضرتك بتقول من 3 سنين، من 3 سنين لغايه النهارده البول بينزل معانا بقوه تدفق كويسه ومش ما عندناش اي شكوى منه تماما؟ ما فيش اي مشكله، بس في نوبات كل 3 اشهر بترد عليا فبستخدم علاج، بس مش عارف برضه تفسير للنوبات اللي بتيجي كل 3 شهور دي.
بس بتقعد يعني يومين ثلاثة وبعد كده تروح. اه سلمى بس يعني ما بتاخدش، بستخدم علاج سواء اللبوس او مع البروستاترين. تمام. طيب وحضرتك كنت عملت قبل العمليه تحليل دلالات اورام البروستاتا اللي هو الاسم البي اس اي؟ عملت بي اس اي والحاجات دي كانت، لان الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي حصلت لي، والبي اس اي طلع زياده وصل 14. طيب حضرتك في الفتره الاخرانيه عدته تاني ولا لا؟ نعم حضرتك عدته تاني في الفتره الاخرانيه؟ لا يعني انا بقالي بتاعي 6 اشهر، لان مع العلاج النوبات بتنتهي يعني، فما عملتش من حوالي 6 اشهر بي اس اي. تمام. وحضرتك شلت البروستاتا بالمنظار ولا جراحه؟ لا بالمنظار. بالمنظار. طيب والعينه اللي اتبعتت للمعمل؟ طلعت حميده. طلعت حميده الحمد لله. تمام. احنا نعوز بس ان احنا نعيد تاني البي اس اي، نطمن بس ان احنا امورنا كويسه، عشان طبعا البروسترويد من الحاجات اللي بتقلل البي اس اي، بتقلله تقريبا نص. طيب بنشكر اتصال حضرتك يا استاذ سمير، والدكتور هيقوم بالرد حالا. هو بيسال العلاج اللي بياخده يكمل عليه؟ والله حضرتك لو هو مريحه، هو البروسترويد او المجموعه بتاعه الادويه دي، هو الهدف منها ان هي بتقلل الحجم بتاع البروستاتا بنسبه تصل الى 23%. تمام. فقد يكون ان هو البروستاتا ما اتشالتلوش بصوره كامله، فعشان كده الدكتور بتاعه وصف له ان هو يكمل عليه. تمام. لو هو مرتاح عليه ما فيش منه اي مشاكل. طب بنطمنك يا استاذ سمير وبنشكر اتصالك. الدكتور بيقول لك كمل، ما فيش اي مشاكل مع الفحوصات الدوريه. دكتور، هل ممكن التعايش مع البروستاتا اللي فيها تضخم حميد؟ ممكن التعايش معاها. تمام. يعني ممكن العيان ما يبقاش عنده مانع او مشكله ان هو يخش الحمام مرتين ثلاثه بالليل. تمام. ان هو بالنهار يخش كل ساعتين ثلاثه. تمام. ان هو يبقى يعني متحمل نسبه حرقان بسيطه في البول. تمام. بس في عيانين تانيين الموضوع بيزيد معاهم لدرجه ان هم ما يقدروش ان هم يتحملوه. طيب ماذا لو حدث انسداد في البول؟ هل من الممكن ان هو يؤدي الى فشل في الكلى؟ تمام. دول بقى الايه العيانين اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هو بيبقى في بدايه اعراض بس العيان بيكبر دماغه. تمام. ومش بيروح للدكتور. تمام. ايه اللي بيحصل؟ ان البروستاتا يبتدي ان هي تقفل مجرى البول واحده بواحده واحده بواحده، لغايه مره واحده ايه يتقفله خالص تماما. تماما خلاص. ما يقدرش ان هو يتبول. في الحاله دي طبعا يعني اول حاجه بنعملها للمريض ان احنا بنحط له قسطره بوليه، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نفرغ البول دون، عشان ما يحصلش اي ارتداد للبول على الكليتين، وبالتالي ارتفاع في وظائف الكلى. تمام. فنمره واحد بنحط له قسطره. تمام. ونعمل له الفحوصات بتاعتنا بتاعت اي مريض بروستاتا. تمام. اللي احنا كنا لسه هنتكلم عليها وهنقولها. تمام. و بنديله محاوله ان احنا بنديله علاج دوائي لفتره معينه قد تصل الى اسبوع. احنا العلاجات هنخش فيها كلها في اخر الحلقه. تمام. محضرين. طيب ممكن نقول تضخم البروستاتا يؤدي الى حصوات المثانه؟ طبعا. ده يعني ازاي بقى؟ اشهر ايه اللي بيحصل بقى؟ هقول لحضرتك. اتفضل. دلوقتي الطبيعي ان المثانه دي لما تنقبض بتفضي كل البول اللي جواها. لو البروستاتا قافله مجرى البول والمثانه دي لما جت انقبضت فضت شويه من البول، وفي شويه تانيين فضلوا موجودين او راكدين بمعنى اصح جوه المثانه. تمام. الركود ده بيخلي ان الاملاح اللي موجوده بتقعد تتكون على بعضها لغايه ما بتعمل حصوه، ودي حاجه بنشوفها كتير قوي طبعا في مرضى البروستاتا، حصوات المثانه المصاحبه لمرضى البروستاتا. يعني حبه الجوز دي اللي هي المايسترو للجهاز التناسلي زي ما بيقولوا، هي ممكن تؤدي الى فشل في الكليه، ممكن تؤدي الى حصوات المثانه. طيب نرجع في حته احنا ما كملناهاش، تشخيص البروستاتا. احنا قلنا اول حاجه الفحص اللي هو الشرجي او فحص المستقيم. نمره 2. بنبعت المريض في شويه فحوصات روتينيه لازم بنعملها لمريض البروستاتا، منها تحليل بول، تحليل وظائف كلى اللي هو الكرياتينين، وبنعمله موجات صوتيه على البطن والحوض، بنشوف فيها الحجم بتاع البروستاتا قد ايه، وبنشوف بعد ما المريض بيتبول هل في كميه بول لسه بتبقى محتجزه جوه المثانه، ولا المريض بيقدر ان هو يفضي البول كله بصوره سليمه وتامه. تمام. الحاجه الثانيه احنا بنبص على الكليتين، لو في لا قدر الله فيهم اي ارتجاع للبول ابتدى يحصل بسبب
الموضوع ده. الحاجة الثالثة اللي بنعملها بنعمل تحليل اسمه دلالات أورام البروستاتا اللي هو الـ PSA. تمام، ده تحليل مهم جدا، لازم مفروض أي راجل فوق سن الخمسين لازم يعمله. تمام، في أمريكا بيتعمل كل سنة يعني بصورة دورية كل سنة عشان يطمنوا إن مفيش أي أورام ابتدت تظهر في البروستاتا. طيب هنرجع لدلالات الأورام والكشف الدوري فوق الخمسين، ولكن بعد الفاصل. تابعونا واوعوا تروحوا في أي حتة. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية باستخدام المناظير. العيادة النسائية لطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي. التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال. التركيب التقويم الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل، 37 شارع الجيش، القاهرة. عدنا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور محمد أبو النجا، ومكملين موضوع البروستاتا. طبعا بنعتذر النهاردة للسيدات لأن الحلقة كلها رجالي في رجالي، فبإذن الله بنوعدكم بإذن الله أن نشوف لكم حلقة عشان ما تزعلوش. دكتور، كنا وصلنا عند البي سي اي أو دلالات الأورام. هل بي اس اي، هل ممكن أن دلالات الأورام دي تبقى مرتفعة وما فيش سرطان للبروستاتا؟ هو المفروض الطبيعي ان البي اس اي النسبه بتاعته من 0 ل 4. تمام، في شويه حاجات ممكن تعلي البي اس اي في عدم وجود سرطان في البروستاتا. ايه هي الحاجات دي؟ لو البروستاتا دي حجمها متضخم زياده شويه، يعني 100 جرام او حاجه، الكلام ده بيزود البي اس اي. لو في التهابات مزمنه في البروستاتا، الموضوع ده برضو بيزود البي اس اي. لو العين ده كان قبل كده اتحط له قسطره، او في الوقت اللي اتسحب فيه التحليل بتاع البي اس اي كان فيه قسطره، القسطره دي ساعات بتزود البي اس اي. عامه احنا لما بنلاقي ان البي اس اي بتاعنا عالي، طلع عالي بالنسبه للمريض، تمام، بناخد له عينه من البروستاتا عن طريق الشرجه وبتتحلل وبنشوف فيها ايه، بس مش شرط ان يطلع فيها ورم. طيب الدكتور محمد اهو بيطمنكم وبيقول لكم مش شرط ان يكون في ورم حتى لو دلالات الأورام مرتفعة. دكتور، السؤال بقى العريض الكبير، كيفية الوقاية؟ كيفية الوقاية طبعا أول حاجة إن المريض بمجرد إن هو يبتدي يحس بأعراض مضايقاه في التبول، إن هو يتوجه للدكتور بتاعه ماشي، ويقوم بالفحوصات الكاملة بحيث إن احنا نطمن على الموضوع. وفي الغالب القصة بتمشي ان هو بيبتدي معاه بعلاج دوائي بسيط، تمام، بيريح له الموضوع ده كله وبيكمل عليه مدى الحياة. لا يا دكتور، احنا عايزين قبل العلاج، يعني عايزين الوقاية. الشاب يعمل ايه عشان يحافظ على نفسه فوق الخمسين، انما يعني لا يحدث، يتجنب حدوث البروستاتا، تضخم البروستاتا، يعمل ايه؟ التغذيه مثلا، يعني مثالي كان في بحث عن الفول السوداني والبروكلي، هل هم يعني في افاده من ان الانسان ياكلهم او الشاب ياكلهم؟ هو في ابحاث طلعت عن الكلام ده، بس برضه ما فيش حاجه معينه ممكن تقي من تضخم البروستاتا، تمام، بالذات ان هو حاجه حميده، يعني تضخم حميد ما هواش حاجه سرطانيه ولا حاجه، هو التضخم حميد ما فيش فيه اي طيب مشكلة. هنشوف التضخم الحميد، ولكن معنا اتصال هاتفي. استاذ احمد من المنوفيه. الو. السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ عايز اسال الدكتور، عايز اسال الدكتور بعد. اتفضل يا فندم، الدكتور مع حضرتك. طيب والنبي يا دكتور، بالنسبه للدعامه اللي هي بتاعه القضيه، الدعامه الميمو كاف حضرتك، الكلام اللي احنا بنسمعه في دعامه القضيه، هل فعلا الدعامه دي حل للعدم الانتصاب بالنسبه للقضيه؟ طيب ولا مبسوطين بيها؟ يعني هل بتنجح ولا ما بتنجحش؟ بس انا بسال دكتور. حضرتك بتسأل على الدعامه بتاعت مشاكل الانتصاب؟ في ضعف الانتصاب. تمام. طيب هنجاوب على حضرتك يا استاذ احمد، وشكرا لاتصالك، وشكرا لكل اهل المنوفيه عايزينهم يتصلوا، ما فيش حد خالص غير استاذ احمد، ما ينفعش كده بصراحه. طيب نجاوب على استاذ احمد. طبعا في بعض القنوات الفضائيه ظهر قصه بقى الدعامه والحاجات بقى المقويه الباور هورس والحاجات دي كلها. يعني عايزين بقى يعني نكشف الستار عن الحاجات دي كلها، ونقول للناس هل الحاجات دي فعلا بتجيب نتيجه ولا مش بتجيب نتيجه. تمام. طبعا يعني مع تقدم السن بالنسبه لاي راجل، تمام، موضوع الانتصاب بيبتدي يحصل فيه شويه خلل، خاصه لو هو عنده مرض مزمن زي امراض القلب، امراض الضغط، السكر، كل الكلام ده بيقلل تدفق الدم في الوريد، في الشريان اللي مغذي القضيب، فبالتالي بيقلل شويه الانتصاب. تمام. بنبتدي مع المرضى دول ان احنا بندي لهم علاج دوائي برضو. تمام. بياخدوا في صوره اقراص قبل الجماع. تمام. وبنشوف معظم العيانين بيتحسنوا على الاقراص دي. تمام. لو حصل ان هو بالرغم ان هو بياخد الاقراص، او بالرغم ان هو بياخد في انواع تانية من العلاج زي حقن بتتحقن، خلاص بتزود برضو الانتصاب. لو كل العلاج الدوائي دون ما نفعش معاه، تمام، وهو عايز ان هو يمارس حياته بصوره عاديه وطبيعيه، تمام، ساعتها مش هيبقى في حل غير الحل الجراحي. تمام. الحل الجراحي دون بيبقى في صوره ان احنا بنحط زي دعامات ماشي جوه القضيب، تمام، بحيث ان هي تسمح له بالجماع بصوره سليمه، فمفيش مشكله خالص منه. يعني لازم استاذ احمد برضو يستشير طبيب طبعًا فيها عشان طبعًا يشوف طبعًا طبعًا حالته. طيب دكتور، ندخل بقى في الشق الثاني اللي هو العلاجات. العلاج الدوائي بيكون ازاي في حالات تضخم البروستاتا؟ تمام. احنا اول حاجه طبعا في مجموعه ادويه معروفه باسم الالفا بلوكرز. تمام. دي الادويه اللي هي بنستخدمها في البروستاتا، وكان قبل كده ليها اعراض جانبيه زياده شويه، من ضمنها ان هي بتقلل الضغط، حصل شويه طفره وتطور في الدواء، واخترعوا لنا حاجه نوع اسمه التامسلوسين. التامسلوسين ده جزء من الالفا بلوكرز، بس يعني اعراضه الجانبيه لا اقل كتير. تمام. طيب بنبتدي مع المريض بالادويه دي، تمام، وبنشوف وبنتابع ايه الاخبار. طيب الاخبار وحشه والمريض ما تحسنش، الاخبار وحشه والمريض ما تحسنش، هل هنتدخل جراحيا؟ لو المريض احنا في طبعا يعني اي مريض لما بنيجي ناخد منه تاريخ مرضي بنعمل له حاجه اسمها زي استبيان كده. خلاص بيملى خانات فاضيه في الاستبيان ده، بحيث ان احنا نبقى عارفين مدى المعاناه اللي هو فيها. تمام. يعني بياخد سكور او بياخد درجه، لو الدرجه اللي اخدها دي درجه عاليه قوي يبقى المريض ده فعلا بيعاني معاناه شديده، لو متوسطه يبقى معاناته متوسطه، لو قليله يبقى معاناته. ولازم ان انا اتدخل جراحيا لو هو وصل بقى المرحله ان هو في الاستبيان ده السكور العالي والدواء مش جايب معاه نتيجه بالرغم ان هو بياخده بصوره منتظمه. تمام. ساعتها لازم هضطر ان انا اتدخل واشيل له البروستاتا. طيب بالنسبه بقى لطرق استئصال البروستاتا، مثلا عن طريق المنظار. تمام. يعني بيبقى في بعض الطرق زي الليزر، الكي الحراري، التبخير. حضرتك كلمنا عن كل حاجه كده برضو عشان الساده المشاهدين يبقى عندهم علم بطرق استئصال البروستاتا. تمام. هو طبعا يعني اول حاجه احنا دلوقتي في استئصال البروستاتا الجراحه بنحاول نبعد عنها بكل الطرق. تمام. هو الاساس هو المنظار. المنظار كان بيتعمل قبل كده اللي هو المنظار التقليدي اللي بنقطع بيه البروستاتا في صوره شيبس او حتت صغيره وبنخرجها. تمام. لو في معانا صوره، طيب احنا معانا صور هنشوفها للليزر وهم ورا بعضيهم كلهم، والكي الحراري والتبخير. الصوره على الهواء يا دكتور، اتفضل. لا اللي بعديها بس. دي تضخم البروستاتا. طب اللي بعديها، طيب
ده هنا دي الصوره دي بتوضح الادويه اللي بتاعت البروستاتا بتشتغل على ايه بالظبط، انها بتوصل لها بالظبط، هي بتوصل عند عنق المثانه وبتوصل للبروستاتا، بتوصل للكبسوله المحيطه للبروستاتا، بتعمل ارتخاء في العضلات دي كلها بحيث ان السبيس او الحته دي تفتح، فالمريض يعرف يتبول بصوره طيب طبيعية. الصوره اللي بعديها تمام، ده شكل المنظار اللي بيستخدم في الاستئصال التقليدي للبروستاتا تمام. بنخش عن طريق مجرى البول، بنوصل للبروستاتا وبنقطع البروستاتا حتت صغيره وبنطلعها تمام عن طريق المنظار. طيب اللي بعديها تمام، ده الجديد اللي طلع من حوالي 10 سنين، ده الليزر تمام. الليزر فيه منه انواع كتير جدا 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 تمام. الليزر الهدف منه ان هو بيسخن البروستاتا، بيوصل بيها لدرجه حراره عاليه لدرجه ان هي بيحصل لها تبخير، بتختفي. اللي بعديها بالظبط، ده بقى الجديد اللي طلع بقاله حوالي في مصر حوالي 3 سنين، اللي هو التبخير عن طريق البلازما تمام. هي الفكره نفس فكره الليزر، بس مش ليزر، هو الفكره ان بنستعمل درجه حراره عاليه جدا بتكنيك او بخاصيه اسمها البلازما تمام، بتخلي الانسجه بتاعه البروستاتا دي يحصل فيها تبخر. طيب دكتور، انا دلوقتي وصلت لاستئصال البروستاتا، هل الاستئصال ده هيؤثر على العمليه الجنسيه فيما بعد؟ تماما تماما، لازم يؤثر تماما، لا يؤثر على العمليه الجنسيه، لا يؤثر على العمليه الجنسيه. طيب دي برضو حاجه عايزين ناكد عليها، ان استئصال البروستاتا لا يؤثر على العمليه الجنسيه، هو يؤثر على الخلفه، على القدره على الانجاب، يؤثر على القدره على الانجاب. طيب هنوضح النقطه دي ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا اوعوا تروحوا في اي حته، واستنونا مع الاستاذ الدكتور محمد ابو النجا. مركز المرأة والرجل للخصوبة والصحة الزوجية، عيادة الدكتور خالد العطيفي لعلاج تأخر الإنجاب باستخدام الحقن المجهري، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، علاج حالات الإجهاض المتكرر، جراحات أمراض النساء، إزالة الالتصاقات والأورام الليفية، استخدام المناظير. العيادة النسائية للطب وتجميل الأسنان دكتورة مها الطنطاوي، التبييض الدائم للأسنان، العيادة المتخصصة لأسنان الأطفال، التركيب التقويمي الشفاف، تركيب أحدث أنواع الأسنان الثابتة والمتحركة بدون معدن. مركز المرأة والرجل 37 شارع الجيش القاهرة. عدنا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع الاستاذ الدكتور محمد ابو النجا، وهنكمل رحله البروستاتا. احنا دكتور قلنا ان احنا استأصلنا البروستاتا، وقلنا انها لا تؤثر على العمليه الجنسيه ولكن تؤثر على القدره على الانجاب. القدره على الانجاب برضو نوضح للساده المشاهدين ازاي هتؤثر على القدره على الانجاب. بتقلل احتماليه الانجاب بصوره كبيره، بالذات ان المفروض اثناء العمليه الجنسيه الطبيعي، يعني اثناء القصف الطبيعي اللي بيحصل ان عنق المثانه بتقفل تمام، فبالتالي السائل المنوي يدون، ما بقاش ليه سكه غير ان هو يخرج على بره. بعد استئصال البروستاتا عنق المثانه دي بتوسع جدا تمام، فبالتالي السائل المنوي ساعه لما بيجي يحصل قصف دي كله بيرجع للمثانه. دكتور العمليه بتاعت الاستئصال بتاخد قد ايه زمن، والمريض بيشفى منها بعد قد ايه، يعني يقدر يمارس حياته الطبيعيه بعد قد ايه؟ على حسب حضرتك نوع المنظار. يعني لو الاستئصال التقليدي بنسيب في المريض قسطرة حوالي 4 أيام أو 5 أيام وبعد كده بنشيلها. دلوقتي مع الليزر ومع التبخير ممكن نشيل القسطرة تاني يوم. يعني دي مميزات الليزر بالظبط، دي مميزات كتير التبخير. يعني مميزات كتير عن الاستئصال التقليدي دلوقتي. يعني كان زمان ايه الاثار الجانبيه مثلا اللي كانت بتحدث اثناء العمليه، ودلوقتي بعد التبخير الاثار دي اختفت مثلا؟ هقول لحضرتك
طبعا اثناء الاستئصال التقليدي بالمنظار كان بيحصل شويه نزيف، وده امكانيه حدوثه عاليه شويه اثناء الاستئصال بتاع البروستاتا. كان ممكن يحصل شويه تغيرات في الصوديوم او البوتاسيوم اللي بيخش الجسم اثناء عمليه المنظار. تمام. الحاجه الثالثه ان معظم عيانين البروستاتا دول بيبقوا مرضى كبار السن، فبيبقى فيهم مشاكل صحيه متعدده زي سكر او ضغط او مشاكل في القلب او مشاكل في الصدر. تمام. فبنبقى متخوفين شويه من موضوع النزيف دون في المرضى دول. يعني ده برضو سنه كبير ما يستحملش شويه نزيف بسيط زي اي مريض سنه صغير. فالفكره في الليزر او في التبخير ان نسبه حدوث النزيف فيهم يعني تعتبر مش موجوده تماما، زائد ان التغيرات اللي بتحصل في الجسم بخصوص الصوديوم والبوتاسيوم ما بيحصلوش اي امتصاص خالص عن طريق الاورده بتاعه البروستاتا، فبالتالي ما عندناش اي مشاكل بخصوص القصه دي. حتى لو مريض قلب مثلا مضطر ان هو بياخد ادويه مذيبه للجلطات زي الوارفارين زي الاسبرين وما شابه وكلام من ده وما يقدرش ان هو يتوقف عنها، بالنسبه له الليزر او التبخير هيبقى حل امثل، مش هينفع ان هو يتعمل له استئصال عادي زي الناس. طيب دكتور، من اسئلتنا على الفيسبوك وبعض الرسائل جايه لنا بتقول هل الاسراف او الاقلال من النشاط الجنسي يسبب تضخم بروستاتا ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه، هو الـ 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 الحياه الطبيعيه الجنسيه والممارسه اللي بتتم بصوره طبيعيه ومنتظمه بتقلل من احتقان البروستاتا، فده بيساعد في حل المشكله شويه، بس هو ملوش علاقه بتضخم البروستاتا نفسه. طيب دكتور، برضو من اسئلتنا على الفيسبوك، هل تدليك البروستاتا يفيد في علاج تضخم البروستاتا؟ لا، يفيد في علاج التهاب البروستاتا المزمن وفي احتقان البروستاتا، بس ما ينفعش طبعا في تضخم البروستاتا. طيب هل شرب الكحوليات، السوائل عموما اللي فيها كافيين، الشاي، القهوه، بيزيد من الالتهاب والتضخم؟ لا برضه، هو مش بيزيد في الالتهاب والتضخم، بس هو الحاجات دي كلها مضره للجهاز البولي عامه. حتى دلوقتي يعني منظمه الصحه العالميه الـ WHO بتنصح للناس اللي في اوروبا ان هم ديلي كل يوم لازم على الاقل يشربوا 8 كوبايات ميه. ما بالك بقى احنا هنا في جو حر بقى زي النهارده كده، يعني 8 كوبايات ميه في اليوم. يعني نقدر نقول للساده المشاهدين ان منظمه الصحه العالميه بتنصح بشرب 8 كوبايات ميه، اكواب من الماء يوميا. ده بالنسبه كمان لاوروبا، مش بالنسبه لدوله زي عندنا حر بالمنظر. احنا اكتر بالظبط، احنا المفروض ان احنا نشرب اكتر من كده شويه. فدي طرق طبعا من الوقايه لاي شيء بالنسبه للجهاز البولي، سواء كانت املاح، سواء كانت التهابات، سواء كانت حصوات. وبيفيد الكلى طبعا الاثار من طبعًا طبعًا السوائل. طيب دكتور، العصبيه بتزيد من مشاكل البروستاتا؟ العصبيه بتاثر شويه على عمليه التبول بصوره غير مباشره، ان هي ممكن تخلي ان المثانه نفسها ما تنقبضش بصوره سليمه، يا اما تنقبض زياده يا اما تنقبض اقل. فبالتالي دي حاجه اسمها مثانه عصبيه بنقول عليها حاجه عصبية. فبالتالي ما بتتمش عمليه التبول بصوره سليمه وطبيعيه. طب دكتور، بعض الناس بيستخدم المواد المخدره زي الترامادول ومضادات الاكتئاب لزياده القدره الجنسيه ولزياده الفتره، هل دي فيها اي مشاكل؟ فيها طبعا مشاكل. اول حاجه ان هي فيها نسبه تعود عاليه جدا، ان هو هيتعود عليها. مع اضرارها بقى دي طبعا تقع تحت قائمه المخدرات، يعني الترامادول طبعا بالظبط وما شابه. ففي ادويه طبعا كتير جدا موجوده دلوقتي في السوق ومتاحه لكل الناس. اللي عنده مشاكل بالنسبه لقصف مبكر او حاجه بيقدر ان هو ياخدها وبيحل المشكله. طيب دكتور، يعني دلوقتي كل واحد فينا ماشي حاطط موبايلين في جيبه وقاعد اللابتوب على رجله، كل الاجهزه دي ممكن تؤثر على الجهاز التناسلي للرجل؟ تؤثر طبعا. ازاي بقى تؤثر؟ احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الخصيتين اللي في الراجل موجودين بره جسمه علشان درجه حرارتهم تبقى اقل من درجه حراره الجسم. تمام. هي دي الدرجه بتاعت الحراره اللي بيحصل فيها احسن انتاج للحيوان المنوي وفي احسن صحه. تمام. لو درجه الحراره دي
عليت عن الطبيعي لفترات طويلة تمام، قد يحدث ان انتاج الحيوان المنوي يحصل فيه خلل. ودي بنشوفها كتير قوي في الناس مثلا اللي شغالين في الافران اللي واقف قدام فرن لفترة طويلة وبيتعرض لدرجة حرارة عالية لفترات طويلة، ده بيبقى عنده في ساعات بنشوف في منهم كتير بيبقى عندهم مشاكل في الانجاب. طب دكتور برضو ارتداء الملابس الضيقة زي مثلا جينز وما شابه برضو بيؤثر؟ بيؤثر الى حد ما لو تم يعني ارتداءه لفترات طويلة تمام، ولو كان بقى يعني ضيق قوي وكلام من ده، بس مش يعني مش قوي يعني. طب دكتور احنا بنشكر حضرتك، وبكده خلصت حلقتنا من صحتك بالدنيا، وبشكر الاستاذ الدكتور محمد ابو النجا استشاري المسالك البوليه وامراض الذكوره كليه الطب جامعه عين شمس، وبشكر فريق عمل الصحه والجمال، ونلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.